سلام لا فامي، كي دايرين؟ بخير. كنتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال. شوفوا، انا اول مره غادي نشارك معكم وانا راكبه في بتي تاكسي، باش غادي نديكم وغتبقاو معايا باش غادي نعرفكم على اشهر محل مشهور ومعروف ما شاء الله والله اكبر في المغرب كامل، وبالضبط في المحمديه. غادي تبقاو معايا باش غادي نديكم عند المحل اللي تم الافتتاح ديالو مده هذه تقريبا واحد الاسبوع. هو مذهله شوب، راه غني عن التعريف، كنأكد معروف بزاف في المحمديه وفي المغرب كامل. تحت الطلبات ديالكم هما حلوا لكم الناس ديال كازا والنواحي، حتى نتوما حلوا لكم هنا المحل في كازا وبالضبط في برغون قول ميما. انا نعطيكم العنوان دابا حاضر ناظر في البلاصه، ما نخلي لكمش حتى نهايه الفيديو. بالنسبه للعنوان برغون قول ميما، شارع الكراكا انفاس مع الملعب القرب ديال درب اللوبيلا سيدي بليوط، وبالضبط راه حداهم المارشي ديال اللوبيلا. هانتوما انا قربت نوصل للملعب، الملعب ديال القرب راه مكتوبه فيه ملعب القرب درب اللوبيلا سيدي بليوط، باش نعطيكم العنوان مضبوط. انا وصلت، هو هذا دابا غير بتي تاكسي غادي تحبس لي هنا في شي بلاصه باش غادي ننزل وباش غادي نعرفكم على هذا المحل ديال مذهله شوب. شفتوا الملعب هو هذا، وبيناتهم هذا الشانطي هذا او هذا الشارع هكايا، والمحل هو هذا ما شاء الله والله اكبر. ها نتوما طابي غوز راه مازال كتسناكم خوتي خواتاتي، شفتوا؟ وحتى انا غادي ندير الافتتاح وحتى نتوما معايا وغادي ندخل باش نعرفكم على المحل. عندهم البيع بالجمله وبالتقسيط، وهنا الاثمنه راه اقل من ثمن الجمله، اقل من ثمن الجمله، كنتاكد ونأكد عليكم. شفتوا؟ بسم الله على بركه الله ندخل باش نعرفكم على المحل. كاين اختيارات بزاف بزاف، كاين لي غوب طوالين، كاين قصارين، كلشي غادي يلبس. بالنسبه للبنات اللي دايرين الحجاب او غير الحجاب، يعني عندكم اختيارات كاملين، والثمن جد جد مناسب. بمناسبه شهر رمضان راه دار لكم سولد على كلشي، المحل كامل مسولدي. شفتوا؟ وكذلك كاينين السريولات على الاشكال والانواع. بالنسبه للناس اللي غادي يجيو لهنا المحل خواتاتي، غير جيبوا فليسات معكم في البزيط ماتو في السكن، حيت راه ما عندهمش تي بي او، راه ما كاينش حاليا، والارساليات حتى هي راه ما كايناش، باقي ما كايناش حاليا، ومن هنا القدام يكون الخير. بالنسبه للي سياج فين تقيسوا راه ما كاينش، يعني خذوا الطاي ديالكم في حاله ما الى ما جاش قدكم انكم ممكن انكم تصونجي، ما كاين حتى شي مشكل. ما تنساوش راه كاينين حتى لي سيرفيت، غير في هذا الفيديو راه ما صورتهمش لضيق الوقت، وما شاء الله والله اكبر يعني الاقتداد، وما قدرتش نصور لكم كل شيء، واخا انني راه مشيت بكري ولكن ما قدرتش نصور لكم كل شيء. المره الجايه ان شاء الله غادي نوريكم، وراه دائما كاين الجديد، عندهم الجديد كيدخل كل نهار. هذه هي اللي غادي نقول لكم هوته حقيقيه. شفتوا؟ وكل شيء غادي يلبس ان شاء الله المحجبات او غير المحجبات، حيت كاينين حتى حويجات ديال المحجبات، كاين لي شوميز طويلين، كاينين القصارين، كاين المتوسطين، كاين وكاين وكاين. نتوما غتبقاو معايا حتى نهايه الفيديو باش غادي تكتشفوا المحل بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، وكذلك كل حاجه غادي تشاهدوها غادي تعرفوا الثمن ديالها، والثمن راه جد 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 غير بغيت نقول لكم هذا الرقم ديال التليفون اللي في لا فيديو، غادي تدخلوا الواتساب وغادي يعطيكم لوكاليزاسيون بالضبط باش ما تلفوش. هانتوما خوتي خواتاتي، بعد ما وصلت وريتكم الطريق، من كنت انا من خلص من الدار وانا وريتكم الطريق حتى وصلت لهنا عندهم. اول حاجه غادي نبدا لكم بها، هانتوما يعني عارفين كما قلت لكم جبت لكم هوته حقيقيه، وهاد الاثمنه اللي غادي نقول لكم هي اللي كاينه من غتجيو للمحل. بالنسبه للكسيوات كلهم 150 درهم، اي شكل جيتو خديتو راه غتاخذوا 150 درهم. هانتوما عندكم اختيارات بزاف البنات اللي كيلبسوا لي غوب، ها همايا كتبقاو غير نتوما تختاروا الشكل اللي بغيتو. ما كاين بزاف، كاينين حتى هادو لا كذا يبانوا لكم.
هادو بشحال اللي دايرين حتى هما 150؟ اه انا كنهضر لكم على لي غوب كلهم 150 درهم. ورينا بنتي هذيك تعطيك ستات. اه زوينه هادو اللي خداها بصحته وراحته. وبالنسبه هي كتجي راه شي شويه طويله من تحت الركبه، تقدر نديرو معاها شي سروال او شي كولون ياكي. بالنسبه لنا حنا اللي كنديرو الحجاب فهمتي، نقدر نديرو معاهم شي كولون او سروال تجيني جي زوين. اه وتجيني جي معاها واعره وعندها الحزيم، وتقدر بالنسبه للفولار اي لون من هذا غادي تنسقو معاها حتى هي 150 درهم. وبالنسبه لهادو ولدي حتى هما يعني كنهضر لكم لي غوب كلهم ياك حتى الصواري كلشي. والسراول الجين، السراول الجين دايرينهم برومو دابا 100 درهم. السراول راه دايرين برومو. غنوريكم لي شوميز كاين لولا وكاين ساتان. انتما هادو بالنسبه اللي غادي يبغيو لولا، دابا خارج على موضه عرفتو لولا هو اللي كاين دابا يا، وكاين ساتان. هادو كيبقاو اصوليين. هادو شحال؟ 100 درهم. 100 درهم كاين الاشكال بزاف كاين الموديلات عندك. ماشي مشكل. سلامة. كاينين، انا غادي نقلب لكم الكاميرا وغادي نوريكم الشكيلات. هاد الطوالي هادي 150، هادي بحال لا غوب جاتني غوب. اييه كاين البنات اللي غادي يبغوها تلبس بوحديتها، وكاين اللي غتلبس ليكينز ديالها. كاين حتى هاد الموديل هذا بالنسبه للبنات اللي يبغوا بنات الصغارين. هاد الموديل هذا ما تدوزي. غنوريكم كاين الشكل بزاف، كاين وكاين وكاين بزاف الموديلات. كاين حتى هاد اللون هذايا، يعني نتوما من تجيو لهنايا راه غتلقاو كثر يا نهار الجمعه والسبت والحد راه كيكون داير برومو. هادشي كلشي هنا، الدرهم كتختاروا اللي بغيتو. واش تعجب باب مراكش بالنسبه لي 150 درهم اللي كيتلبسوا فحال. انا دابا راه كنتواجد في بورغون بالضبط في الدار البيضاء. شفتو هادو هكايا وكتلبس مع ليكنز. بالنسبه لهاد الطوالي هادي راه بالحزام ديالها 150 درهم. انا قلبت لكم الكاميرا باش تشوفوها الموديلات كاملين، حيت كيتعذر عليا كاين الزبائن بزاف، يعني كيتعذر عليا بزاف باش نوريكم بياسه بياسه. المهم انا كنحاول نوصل لكم الموديلات اللي كاينين. ها انتما ما شاء الله والله اكبر. كاينين الاشكال بزاف والموديلات بزاف فاش تختاروا، وكنأكد مازال كنأكد على كلشي مصوردي. شفتوا كيف عاملين، راه لاباس منين قدرت نصور لكم غير هاد المقاطع. راه لاباس، راه عندكم الزهره المشاهدين معايا، يعني خدا لي الوقت بزاف في التصوير باش نوصل لكم هاد المقاطع فحال هكايا. وما تنساوش راه جابوا جلال بخفيفين، وجابوا هادوك الكيمونوات حتى هما بالثمن، دخلوا مزيان مزيان راه غادي تشوفوهم في هاد لا فيديو هذا ان شاء الله. شفتوا الموديلات ديال لي شوميز طوالين، بالنسبه للناس اللي بغاو الطول ها هما كاينين، وكاينين لي طاي. تبرعوا مع راساتكم في هاد العواشر وغير العواشر، دابا ما شاء الله راه الحل بدا كيسخن. شفتوا الاشكال بالنسبه لهاد الانسومبل هذا، راه كيمشي شوميز مع البنطلون ديالو، فيه هاد ثلاثه ديال الالوان على ما كنظن، وهذا وكاين واحد اللون غالب عليه شي شويه البلوسيل. الثمن ديال هادو انا غادي نحيدو ونحل لكم باش تشوفوا واحد الثمن ديالهم 200 درهم. شفتوا كيف عاملين زوينين بزاف، عجبوني وطايح الثوب ديالو. انا جيت لهنايا حيت كاينه الموسيقى مجهده وعليها عاودت الهضره، قلت لكم انني جيت لهاد البلاصه هذه باش نوريكم غير الموديل وصافي. راه هاد السيبوره شحال مخطره طاحت، انتما كما كتشاهدوا الشكل ديالها الموديل، ونوريكم حتى السريول ديالها زوين لارج من التحت. هذه طاي كبيره هانتوما كما كتشاهدوا، واللي عجبني فيه بزاف راه فيه الجويبات، فيه الجويبات ديالو. واللي عجبني بزاف فيه هاد لي بلي بحال هكا، شفتوا كيف عامل زوين بزاف، واختاروا اللون اللي بغيتو وكذلك الطاي اللي غادي يجي قدكم ان شاء الله.
ومازال جديد ومازال بقاو معايا ما تمشيو فين. وكذلك غادي نطلع ان شاء الله حتى الفوق باش غادي نوريكم شنو كاين الفوق. عجبتني هاد القميجه ديالو زوينه بزاف، ولكن انا خديت صافي بركه عليا. بقى اي 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 سروال ديال الجين اللي خديته غادي يبقى لكم غير ب 100 درهم فقط ياك خويا. اي اللهم بارك. عطيني هذوك اللي سانت. هادو دي جين هوت كاليتي. جين اوريجينال. اللهم بارك. كل شيء 100 درهم كيبقاو هادو طيله شهر رمضان ب 100 درهم. هادو فيهم لي طاي. فيهم لي طاي كيبقاو لي طاي ديالهم حتى ل 40 حتى ل 40 كيلو. وكاين اللي فيه لي طاي حتى ل 50 درهم. المهم كل شيء غادي يلبس. كل شيء غادي يلبس، اللي عنده غيلبس واللي ما عندوش غيلبس. هذا راه بلاغ في هذه الافتتاحه راه مع غني عن التعريف. فيهم لو شوان تقريبا كاين واحد 500 او 600 موديل ديال لي جي اللي هي ديسبونيبل. راه كاين حتى الطابق العلوي حتى هو راه فيه لو شوان مزيان. طلعيهم باش يشوفوا الطابق العلوي. هادو غادي تجين هوت كاليتي. الا كنتكلموا على الجين كنتكلموا على لا بريمير فشوا. هادو دي الجين اللي كيبقاو في المحلات العاديين ب 250 230. حنا دايرين ليه 100 درهم طيله شهر رمضان. الله يكثر خيرك ويولي كاملين. عطاني شي جيني يكون زوين هنايا سميتك. راه تخلص عاد السيده خذ عندها 1220 درهم. اللي عنده غيلبس واللي ما عندوش حتى هو غيلبس. خذ 1220 درهم عند السيده هو شري في الاعياد وغير الاعياد. الناس كاملين كلشي بغيتو يجي المحلات مزيلة. شوف بالنسبة للناس اللي قرابين لكازا يجيو المحل ديالنا اللي في كازا، والناس اللي بعادين اللي قرابين للمحمدية يمشيو المحل في المحمدية. لي زارتيك اللي كاينين في المحمدية هما نفسهم لي زارتيك اللي كاينين في كازا. وانا راه كنت غنطلع عندكم من كازا حتى المحمدية الحمد لله. لا اللي عندنا دابا المحمديه مرحبا بك. وراه اثمنه قل من ثمن الجمله وتخفيضات على اعلى مستوى. انا راه عرفتي كندير جوالات اخو اللي انا راه حافظه الاثمنه ديال كلشي. بقاو معايا باش نكمل معاكم عاوتاني. مرحبا. انا قلبت لكم الكاميرا عاوتاني باش غادي نوريكم هاد الموديلات هادو اللي كاينين كاملين. غتجبروا هنا ماركات مشهورين ومعروفين بلا ما نذكر لكم الاسماء. وكاينين حتى لي طاي بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على لي طاي كبارين راه موجودين وكاينين. دابا غادي نطلع الفوق وحتى الفوق راه كاين ما يتشاف. كاين شي حويجات راه ما كاينينش لتحت وتقدروا تجبروهم الفوق. وما تنساوش غادي تجبروا كاين حتى ملابس الداخليه. ها انا طلعت الفوق حتى هنا ما شاء الله والله اكبر. واكيد غتبقاو معايا عاوتاني باش غادي نعرفكم على شي حويجات ما شفتهمش لتحت. انتما كما كتشاهدوا اختيارات كاينه كثيره كثيره. تلبسوا ان شاء الله بالصحه والرزق. دابا طلعت فوق بالنسبه لهاد التيشيرتات ديري 80 درهم. انا غادي نحاول نشوفها شويه. ها هو واحد سيري كريب نوار. سيري كريب كيبقاو غير الطبعات اللي مدبلين. نوار عندي ديال الملحب فين هي وفيهم ليطاي. ملي درهم فقط. كنت نشوف غير التوب ديالو عجبني. هذا ديال لولا طاي ديالو 38.
كيبان لي كاين غير هذا اللون هذا ما كاينش غيره. ممكن نوريكم غير الموديلات الثمن راه كيبقى كيبقى 100 درهم. هذا كنكتب كنعمر هذا التيلو. قول لهم بالنسبة للناس اللي بغاو يتقداو عندنا الجملة راه حنا تنبيعو حتى الجملة. وما قلتيش حنا كنا في المقدمة ديال كازا بلانكا راه كنديرو فيه حتى الجملة. بالنسبة للناس اللي بغاو يتقداو عندنا الجملة مرحبا بهم حتى هما. مزيانة هذه المعلومة. بالنسبة للحويجات اللي ما وريتهمش ليكم هما لتحت رسول الله حيت كاين زحام لتحت ما قدرتش في الحقيقة باش نوريكم كلشي. المهم اجيو بنفسكم وغادي تشوفوا. هادشي سراو كلشي كيبقى وهاد الطين تسد ان شاء الله مدى المباراة كلشي بمية درهم اللي بغيتو. باط هاداك باط ما نعرف اش عطيك باط باط شناهما هاك هاك دابا انا اللي لقيت هنايا كنهز هربت من تحت دك معاه. شوف عطيت 70 بياسة ديال الماطيم وعندي عندي معاه دك دك شد كما سمعتوا راه البيع من جملة وبالتقسيط. مرحبا بكم. هاك 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 جملة طيبة أو مولا بلانكا شي لعبة 120 درهم جملة. هادو ديال اللولان كاينين في اللولات. اللولا عندي في لي كولور كامل حتى هو كيبقى نفس الثمن. حتى هو كيبقى بنفس الثمن. انتم سمعتوا هذا ديال اللولا وكاينين اللوينات فيهم كامل. هذا ديال سبونيبل عندي تقريبا فيه واحد 28 كولور هاد اللولا. هذا هذا هوت كاليتي ماسيمون. هذا ديال طومي وكاين ديال ماسيمو. بلا ما تقول لي ماركه حبيب الله حيت بلاستيك وكيزرق. بلاستيك وكيزرق معليش 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 خليهم. هذا عجبني بزاف. هذا خصني تجيب انت باش تقيس عليها. مرحبا مرحبا. ممكن بزاف 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 ديال الاختيارات ما شاء الله. والله بزاف ديال الاختيارات غير اجي ما يكون غير خطر. شوف سيفيست بوكلين باقا دمنا انا عطاني بحال هذا اللون هذا 38 هذا اللون. هو هذا اللوانات كلهم مسنين وكيحمقوا. نبقاو نوريكم نوريكم اما ندخ انا ولا اما تدخو نتوما عرفتي شرا ما شاء الله حتى كنخو البركة. هذيك هذيك الساعة غير تصلح وصافي ما نوريهاش ليكم. هادي راه وريتها لكم واقيلا انا ما عقلتش راه وريتها لكم قبل الفطور. انا قلبت لكم الكاميرا وانا مازال الفوق الفوق هو زعما داك اللي قلت لكم عامله كيسده كنخاف نكون ما قبلت لكم شي حاجه وانا لتحت. المهم غير باش تكون استفادة كاملة مكمولة وان شاء الله مازال غادي يكون جزء ثاني وثالث بحول الله الا بقى العمر الطويل. دابا غادي ندوز معكم عاوتاني لواحد الهنيزات غادي نقول عليهم طب 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 عجبوني بزاف والثمن ديالهم جد مناسب ولا غادي نقول رخاصين بزاف يعني كلشي ان شاء الله غادي يلبس العواشر او غير العواشر. غادي ندوز لهذا لي كيمونو فنين والثوب ديالهم بارد وحتى اللوينات ديالهم ديال ربيع صيف والثمن ديالهم راه عاملين غير 100 درهم فقط. نقصوا زادوا نقصوا منهم الثمن. انتما شوفوا هذا اللون حتى هو يا وداخلين معاهم هذا لابوند هكايا فن فن جات. انتما اللوينات هما هادو والثوب طايح ديالهم ويتلبسوا مع اي حاجه يتلبسوا كذلك حتى مع الرومي الا بغينا نخليهم محلولين بلا حزام حتى هو كيجيو مزيانين نتوما وشغلكم ونغلكم نتوما عارفين شنو اللي كيواتيكم شفتوا. ودابا غادي ندوز عاوتاني معكم لهاد الموديلات هادو ديال الجلابه هانتوما فنين غزالين. وهاد الجلابه المخزنيه او هاد الجلابه الجبليه الوزانيه مازال ان شاء الله غادي نديكم معايا الوزان ان شاء الله في العواشر ان شاء الله. هانتوما شوفوا اللوينات ديالهم فنين وحتى الثوب ديالها راه غزال وجات هي الخياطه ديالها تقليديه واللبسه ديالها روميه
كتلبس هكا زوينه بزاف، والثمن ديالها 250 درهم فقط، وفيها اللوينات. هذا راه اللون الاسود غير مع الاضاءه كتكون مجهده، واللون ديالها ابيض. حتى اللون شي شويه ما كيعطيوناش اللون الحقيقيين ديالهم، ولكن الا جيتو شفتهم هكا مباشره غادي يعجبوكم. انتما كاين هذا اللون الاحمر، وكاين هذاك اللون اللي مايل للبوردو. صحباتي اخواتاتي كنكتفي بهذا القدر هذا، وغادي نقول لكم ان شاء الله الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد وميزات جداد. كنأكد بان المحل ديالهم هنا في كازا وفي بورغون، مرحبا بكم فين ما كنتو. المهم اجيو شوفوا بعيوناتكم وتبقاو على خير في فيديو جديد. ها انا مازال كنأكد لكم على الملعب، هو هذا مقاطعه سيدي بلي.